كثيرا ما يسمع ويرى ويشاهد ويتابع على شبكات التواصل الاجتماعي من أشياء ومن أمور مفيدة ومن أمور غير مفيدة، والكل سيسأل عما يترك بعد وفاته من أعمال طيبة نافعة مفيدة أو أعمال سيئة خبيثة ضارة لنفس الرجل أو المرأة التي أو الذي ترك هذا الأمر على الشبكة العنكبوتية أو الذي ترك الشيء النافع المفيد له ولغيره من الناس أجمعين. فلنتقي الله عز وجل فيما نترك، وسيظل عداد الحسنات أو السيئات يعمل بعد وفاتنا. ألا وإن كان ذلك كذلك، فلا بد للجميع من أن يعلم أن الله عز وجل سيسأله يوم القيامة عن عمره، والعمر معروف لنا جميعا، هو حياتنا، هو وقتنا، هو ما نعيشه إلى أن يتوفانا الله عز وجل. سنسأل هل هذا العمر استغل الاستغلال الأمثل في عمل الخيرات والطاعات وإيصال المعروف إلى الناس جميعا، أم أننا ضيعنا هذا العمر في كلام لا يعود علينا إلا بسوء عياذا بالله، إلا بسيئات عياذا بالله. فكل من ترك على هذه الشبكات العنكبوتية أعمالا مفيدة نافعة له ثواب عظيم بإذن الله عز وجل، وكل من ترك أعمالا سيئة غريبة على المجتمعات، بعيدة عن الأخلاق، بعيدة عن القيم، بعيدة عن التقوى، فسوف يجد ذلك يوم القيامة عياذا بالله. سيئات. أسأل الله أن يوفقنا جميعا إلى أن نترك على هذه الشبكة العنكبوتية التي جعلت العالم قرية واحدة، قرية صغيرة ينقل من خلالها إلى أقصى بقاع الأرض كل ما نقول وكل ما نتكلم به. أرجو أن نوفق جميعا إلى ترك الخير وإلى ترك المفيد النافع، وأن نبتعد كل البعد عن السيء الضار الذي لن يعود علينا بخير، بل سيعود على من يفعله بسيئات يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.